السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا تلميذة فايزة من الجزائر. يقال أن التطرف لا دين له، بل لا دين ولا وطن ولا هوية له. التطرف فكرة متطرفة، فقناعة فسلوك، والنتيجة أشخاص متطرفون ننبذهم وقد نحاربهم، لا يتقبلوننا ولا نتقبلهم. وننسى أننا أيضا قد نحمل أفكار متطرفة، فنرانا نتعصب لديننا، لعرقنا، لوطننا، للوننا، بل وحتى لفريقنا الرياضي وشخصياتنا المفضلة. وقد نورر هذا لأبنائنا في الأقسام، وقد نورثه لأبنائنا داخل البيت، لأننا لا نراقب أفكارنا. لذا لا حل للتطرف إلا في مراقبة الأفكار التي تلدنا، في فلترتها وغربلتها ورفض تلك المتشددة قبل أن تتحول إلى قناعة ندافع عنها بقناعة متطرفة. كانت معكم تلميذة فايزة من الجزائر.